أهلا وسهلا ومرحبا بكم. برشا من الناس فرجت على صافي قلب وتعاطفت مع مريم اللي تعيش وضعية صعيبة نتيجة المخدرات. نتمناو لها الشفاء ونتمناو الشفاء للناس الكل وإنهم يخرجوا من الأزمة هذية ويعيشوا حياة طبيعية. متفاهمين اليوم غالطين مي أما اش نعملوهم؟ نطيشوهم؟ لا أكيد لازم نلقاو حلول للحكايات هذه وإنهم معناتها يخرجوا من الأزمة هذية ويرجعوا يخدموا بلادهم. أكيد نشكر جعفر القاسمي اللي هو ديما يكون في الموعد وديما يتدخل ويعمل حملات إنسانية. نفكروا حملة مرام اللي عملها وتوا معناتها باش يقدم ويعمل حملة باش الناس مع الناس اللي تعاطى إنهم ويحبوا يتعالجوا. دونك مشكور جعفر على المبادرة هذية، ومشكور اللي هو جعفر اللي قام بالدور الإعلامي اللي لازم يكون كونه يسلط الضوء ويسلط مشاكل المجتمع ويبادر إيجابيا. جعفر القاسمي يبادر إيجابيا وتكفل بعلاج مريم. بخلاف هذا يحب يعمل حملة وإن شاء الله نعملوا حاجة في البلاد. دولة معتها تعبة معتها ماديا ما ثماش فلوس والموركي الكل معتها ناقف الكل مع بعضنا ونعملوا حاجة إنها أي واحد يجي يحب يعالج يمشي يتعالج. نعرفوا العلاج مع المستشفى الوحيد اللي يجي تتعالج فيه اللي هو في صفاقس، وهو مع مستشفى منكوب وماديا ضعيف برشا ويمكن يسكر على قريب، حيث مع الحاجة مع العلاج تحبله برشا فلوس. بخلاف هذا مع طاقة الاستيعاب متاعه ضعيفة برشا والطلب عليه كبير، حيث برشا الناس تتعاطى والناس تحب تتعالج وما تلقاش مين تتعالج. دونك بالحملة هذه ان شاء الله معناتها مستشفى صفاقس المختص يقوي في طاقة الاستيعاب متاعه ومعناتها يجيب ناس تتعالج. وعلاش لا ما نعرف مستشفى اخر مثال في جندوبة في قابس في تونس، يكونوا اي واحد يحب يتعالج يمشي يتعالج ويرجع المجتمع لبس عليه ويعيش حياة طبيعية. دونك هذه مع جعفر مشكور، وزاد الدولة لازمها تحرك في الأمور هذه حيث شبابنا شباب معناتها ماشي بالأمور هذه الدروغ والكل. إن شاء الله معناتها الدولة تتحمل مسؤولياتها وتلقى حلول هذه، ولازم حلول جذرية حيث باش تقعد الوضعية هكاك يمشي تتعالج يرجع يتعاطى والناس صغار يجمو يتأثروا باللونتوراج متاعهم ويتعطاو. دونك لازم حلول جذرية. الحلول الجذرية شنية؟ معناتها الحدود لازم تتسكر، معناتها الحلول هي في الدولة وزادة في المجتمع والشعب. الدولة معناتها لازمها تسكر الحدود بالباهي باش ما تدخلش الدروغ. بخلاف هذا الانتوراج والأمور الاقتصادية والاجتماعية تتحسن في البلاد، البطالة تنقص، الناس تخدم، الناس تكون متفردة شيخة مش شيخة في الماء. لازم كي العباد تبدأ متفردة وتخدم لبس عليها ما تصورش تمشي للدروغ معناتها. دونك دور الدولة لازم الدولة تلعب دورها وباش معناتها نحيو الآفة هذه الدروغ معناتها. وكما قلنا جعفر القاسمي مشكور ونتمناو الحملة تنطلق والشعب معاك يا جعفر، وإن شاء الله نعملوا حاجة مزيانة وما دام هي حالة وعي. ما نستناوش السياسيين والدولة إنها تقوم بدورها، توا حان وقت العمل معناتها. لازم إحنا نكونوا مجتمع واعي ونعملوا حاجات لبلادنا. دونك نستناو الحملة وإن شاء الله الحملة تنجح. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد من عالم أمين. إلى اللقاء.